المنشطات الجنسية ثلاثة المعروفين. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. المنشطات الجنسية ثلاثة المعروفين فياجرا، سيالس، ليفيترا، دول الثلاث منشطات المشهورين في السوق. طبعا في منشطات كتيرة جدا، بس احنا بنتكلم على اكتر ثلاثة مشهورين واللي ليهم براند نيم مسجل تبع شركات كبيرة عالمية، فياجرا، سيالس، ليفيترا، وطبعا الاقدم فيهم كلهم هو الفياجرا، وبعدين ظهر بعد كده السيالس والليفيترا. والسؤال كتير او بناس بتسأل، او بعض الناس بتسأل تقول لك ايه، انه استخدم انه احسن، ده ولا ده ولا ده؟ خلينا كده بسرعة نرجع ندي نبذة صغيرة قوي عن كل واحد منهم ونشوف، لان كل واحد منهم بيناسب شخص معين، فاما تعرف كل واحد منهم بيشتغل امتى، بيبتدي شغله امتى، وبيستمر قد ايه، وايه مضاعفاته او ايه مشاكله، يمكن ساعتها تقدر تختار وتعرف ايه الانسب ليك من الثلاثة دول. فخلينا نسمع شوية الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. غالبا ما يسأل هذا السؤال، ما هو الافضل بين الثلاثة المشهورين فياجرا، ليفيترا، والسيالس؟ والحقيقة لا توجد اجابة بسيطة محددة على هذا السؤال، لان الامر يعتمد على امور كتير، منها الشخصي، حيث يجد البعض، بعض الرجال طبعا، واحد من الثلاثة يناسبهم أكثر من الثاني، ومع ذلك في شوية اختلافات بين الثلاثة، وكل نوع له صفة معينة تميزه عن غيره. فناخد نبذة عن كل واحد منهم، ومن خلال هذه النبذة هتعرف ايه هو الأنسب ليه. الفياجرا، الفياجرا هو الأكثر شهرة بين الثلاثة لأنه الأقدم في السوق، ظهر في السوق من حوالي أكثر من 16-17 سنة، ومع الزمن اكتسب شهرته بين الناس، ومن صفاته أنه يعمل خلال ساعة واحدة من أخذه، بعد حدود الساعة ومش أقل من نص ساعة. ومن الأفضل، ده صفة تانية، تناوله على معدة فارغة، يعني مش تاكله بعد، تاخده بعد الأكل، ويستمر مفعوله قد إيه، بيشتغل من 4-6 ساعات، ده فياجرا. وتم تطوير الفياجرا وتسويقها زي ما احنا عارفين من شركة اسمها فايزر، وتنتها محتفظة بحق انتاج هذا الفياجرا لحد سنة 2013، وبعد كده انتهت صلاحية براءة الاختراع ليها، واصبح السوق مفتوح لشركات اخرى لانتاج الدواء باسماء اخرى غير الاسم التجاري فياجرا، وكلها بتستخدم الاسم العلمي سيلدينافيل. وطبعا المنتجات الجديدة دي كلها أرخص بكتير. الليفيترا المنتج الثاني بعد الفياجرا، ومفعوله بيستمر زي الفياجرا 4-6 ساعات، والفرق الرئيسي بين الفياجرا والليفيترا إن الأخير ده الليفيترا أقل تأثرا بالطعام، وبالتالي ممكن تناوله حتى لو أنت واكل. ثالث حاجة السيالس، السيالس يختلف شوية، هو الدواء الثالث ومفعوله بيدوم أكتر من الاثنين اللي قبليه، أكتر من الفياجرا والليفيترا، وبيستمر حوالي 36 ساعة، وده يمكن السبب اللي بيخلي الرجالة يحبوا السيالس. ولكن له جانب سيء، وهو ان الأثار الجانبية أكتر، هو زي ما بقولنا مفعوله بيدوم أكتر شوية، وبالتالي الاثار الجانبيه بتدوم اكتر شويه من برضو الفياجرا والليفيترا. ويشبه الليفيترا بانه ما بيتاثرش قوي بالاكل، يعني ممكن الواحد ياخده بعد الاكل، بس يفضل يكون على معده فاضيه. ده الثلاث انواع من المنشطات الجنسيه. يبقى الفياجرا والليفيترا بيشتركوا في انهم بيشتغلوا لمده 4-6 ساعات، لكن السيالس بيشتغل لمده 36 ساعه. الفرق بين الفياجرا والليفيترا ان الليفيترا ما بيتاثرش في الاكل، وبالتالي الواحد ممكن ياخده بعد الاكل، لكن الفياجرا لازم تكون على معده فاضيه. اما السيالس بالرغم ان مدته طويله، لكن في نفس الوقت مده المفعول بتاعته صحيح طويله 36 ساعه، لكن في نفس الوقت الاعراض الجانبيه برضو
اشد من النوعين التانيين. بكده تقدر تعرف انت الانسب ليك.